كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك. رغم أن كورونا لا تزال موجودة، لكن عيد هذه السنة يختلف عن باقي الأعياد لأن السلطات قد خففت من قيود كورونا. خلينا نشوف الناس شلون راح تحتفل هاي السنة بالعيد، وهل الاحتفال يعني دوما عدم الالتزام تماما بالتعليمات الرئيسية التي لا تزال الهيئات تدعو إليها. تعالوا نشوف أجوبة الناس. شلون راح تحتفلون هالسنة وشنو المسؤولية اللي تحسون بها بخصوص الالتزام بالتعليمات رغم تخفيفها؟ أول شيء إحنا طبعاً راح تكون تجمعات، بس واحد لازم يكون يعني يخفف من عندها. التجمعات ما تكون أول شيء يعني ساعات طويلة، وثاني شيء يعني من يشوف يعني مجموعة كبيرة شوي يفترق ناس عن بعض، ما يلقى واحد جنب الثاني حتى في سبيل ما يخفف من عندها، وإذا يحس بأنه أكو يعني فد مرض او اكو فد شيء حسبي يبتعد. او انا بالنسبه لي اقول واحد يقعد ببيته احسن شيء. احنا نسوي العيد بس بالبيت، ما تطلعون وما نروح للمكان الازدحام ولا شيء، بس بالبيت احنا نسويها. هي ان شاء الله نقول كل عام والعالم كله بالف خير، بس احنا نحاول انه ما نتجمع اكثر من اللازم، وبس يعني نحاول العائله القريبين كلش نتشاوف، هاي لازم ضروري. بس احنا بالسويد هوايه هسه ضاربين الفاكسين، يعني تقريبا 6 مليون ضاربين فاكسين بالسويد، والحمد لله والشكر الامور دا تمشي زين. والله يعني انا ما بحكي عربي كثير، لكن السنه هذا والسنه الماضيه ممكن مش سم يعني قبل في كورونا فيروس نصلي بيت ممكن، ولا في المسجد لكن مسافة كان شيء ممكن 50 نفر، لكن إن شاء الله بكل خير. والله إن شاء الله ويا أطفالي ويا مرتي عادي، يعني كما متعودين كل سنة البيت. بالنسبة لي أنا العائلة صغيرة يعني ما كبيرة، يعني كعادتنا، أنا من المغرب كعادتنا في المغرب يعني عادي. لا إحنا عادات قليلة يعني، ما الكورونا موجودة في كل مكان يعني، بس ممكن احنا نحبسها عند الباب. موجودة ما موجودة، الناس توعت صارت عندها في الثقافة، فمو يعني صار تشوف السويد الوحيد من الدول اللي ما بي كورونا واسعة مثل ما موجود هسه. شوفين باستراليا، شوفين بدول الدنمارك غيرها، يعني الناس هنا فاهمة تصرف بوعي بعلم. بالنسبة لنا مش ملتزمين يعني بأي تعليمات، بنطلع بننزل مقضينه عادي مثل أي عيد. هون في تجمعات، عم نتجمع عادي يعني، نتجمع ونلتقى، وحتى المطاعم يعني مفتوحة، موجود كل إشي.